أعلن الآن انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية. لا 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 لا. وأشكر سيد الرئيس. هناك رغبة في الرد على هذا الكلام الذي تم إثارته أمام الرأي العام لو سمحت. لا. هكذا بدأت البلطجة السياسية لدول الحصار في استغلالها للاجتماع الدوري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة في القاهرة للهجوم على دولة قطر وتكرار اتهاماتها الممجوجة، بل وبث تهديداتها بلغة صريحة بتغيير نظام الحكم في قطر وما هو أبعد من ذلك إذا أرادت الرياض حسب المندوب السعودي. عليكم أن تعودوا إلى رشدكم، فنحن لا نريد أن نغير نظام الحكم لديكم، ولكن عليكم أيضا أن تعوا جيدا أن المملكة العربية السعودية قادرة أن تفعل أي شيء تريده إن شاء الله. الأخ أحمد القطان نبرته فيها تهديد، أنا ما أعتقد أنه هو قد هذه المسؤولية أنه يقولها. لا أنا قدها وقدود إن شاء الله. لا لا ما أنت بقدها. وضح من خلال وقائع الجلسة أن الكلمة التي ألقاها سعادة السيد سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الجلسة الافتتاحية أغضبت مندوبي الدول الأربع، لأنها تضمنت حقائق حول الأزمة التي قامت على جريمة قرصنة مكتملة الأركان واتخاذ إجراءات حصار ضد القانون الدولي وحقوق الإنسان، مذكرا بالموقف الثابت لدولة قطر بحل الأزمة عن طريق الحوار الذي لا يمس بالسيادة. دولة قطر على الرغم من عدم مشروعية الحصار والأجراءات الجائرة غير القانونية التي اتخذتها ضد دولة قطر تواصل مساعيها لإيجاد حل سياسي للأزمة من خلال طاولة الحوار، وهذا ما ندعو له من بداية الأزمة. نسمعهم كلهم الأربع دول كل يوم يطلعون لهم بشيء جديد، أوكي، وقطر دائما طاولة الحوار، وهذا اللي يدعو له العقل حقيقة، نجلس ونتحاور ونتكلم في مواضيعنا. عندنا خلافات، احنا بيت واحد، انتم تقولون حقيقة دائما الخلافات لابد ان تحل في دول الخليج مجلس التعاون، انتم ناقضتوا هذا الكلام. في على كلمته رئيس الجلسة اضطر تحت الضغط الذي مارسه مندوبو الدول المحاصرة الى الاستجابة لإلحاحهم في الرد على كلمة مندوب قطر، رغم أنهم أخذوا فرصهم الرسمية في إلقاء كلماتهم. هي الرغبة في توتير الجو العام للجلسة لا أكثر وتكرار الهجوم وممارسة أساليب الفبركة والتحريض التي دأبت عليها. نحن شعوب لنا رصيد من التاريخ يمتد إلى 7000 سنة، وعندما نتكلم نتكلم عن حقائق، وعندما نتصرف نتصرف بمسؤولية. مراجعة حقيقية تقول بأن السياسات العشرين عام الماضي كانت سياسات خاطئة. أنا أعيد كل ما جاء في كلام أخوي السفير رئيس وفد الإمارات ورئيس وفد السعودية وجمهورية مصر العربية. تتهمنا بالتعلقات مع إيران؟ المندوب السعودي استغل ما ورد في رد المندوب القطري حول إيران وأخرجه من سياقه لاتهام قطر مجددا بالتعاطف والتعاون معها، متجاهلا عن عمد حين أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية للدور الإيراني الإيجابي في الأزمة مقارنة مع تصرفات الدول المحاصرة وتجاوزاتها رغم أنها دول شقيقة، ومذكرا المندوب السعودية بموقف قطر الداعم للسعودية عندما نشبت أزمتها مع إيران. دول الحصار سقطت سقوطا مدويا في اجتماع الجامعة العربية بخطابها المبتذل الذي فضح مؤامراتها ونواياها الحقيقية للنيل من سيادة دولة قطر وقرارها الوطني، وأن محاولات دول الحصار لاستغلال اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية في تكرار ادعاءاتها قد باءت جميعها بالفشل. احنا كدولة ما عندنا شيء نخبيه، ما نكيل الاتهامات بدون الأدلة، ما نكيل الاتهامات بموضوع بس أنا سمعته في الأخبار وسمعته في كذا وسمعت تسجيل وسمعت كذا كذا. المهم أحب أوصل لك لازلنا ندعم مبادرة أمير الكويت الله يحفظه.